النهارده على مدار ساعتين على الهواء مباشره. كان معانا العديد من الفقرات، بنتمنى طبعا ان هي تكون نالت اعجابكم. اشرف كان معانا فقرات حلوه النهارده، فقره انا الطقس الفقره دي الاخيره دي بالنسبه لي فقره مهمه جدا، فتحت خيالك للحاجات كتيره جدا يعني، وهي اللي هي الفقره الخاصه بالكتاب اللي اسمه شغل فيسبوك، بيتكلم على الفيسبوك واهميه الفيسبوك واضرار الفيسبوك واهميه الفيسبوك، وصلنا لاهميه الفيسبوك في السوشيال ميديا عموما. يعني الرؤساء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه صفحه على الفيسبوك، الرئيس ترامب موجود ليه صفحه على، يعني الموضوع السوشيال ميديا ده والاعلام في السوشيال ميديا بقى حاجه خطيره جدا وحاجه مهمه جدا. أكيد. لازم المجتمعات كلها لازم تبص فيه وازاي ممكن نستفيد منه، مش ناخد مساوئ منه. بالظبط كده. وانا فقره الطقس النهارده يعني مع دكتور علي قطب الحقيقه يعني استفدنا جدا. اخبارها ايه اليومين اللي جايين بقى قلت لي؟ لا بكره انا قلت لك في برضو الرياح، نفس الرياح اللي كانت امبارح دي. نعم. اللي جايه من سيبيريا. ايوه هتكون موجوده بكره يوم الاربعاء في مطر. هنرجع تاني تراب بكره يعني. وبرد. اوكي بس فهمت. البرد زي ما انت قلت عشان سرعه الرياح جامده بالظبط، لكن هي درجه الحراره ثابته بس عشان سرعه الهواء جامده فاحنا بنحس بالبرد. ما انت عارفه ان انا كنت خبير ارصاد قبل كده يعني. ايوه تمام. انا عارفه. اتفضلي. مشاهدينا خلصت فقراتنا وخلص كمان يومنا كله، بكره ان شاء الله يوم جديد وفريق عمل جديد ونهاركم دايما سعيد.